المشاهدين الكرام أينما كنتم أهلا ومرحبا بكم. نشرة الأخبار من قناة سهيل الفضائية نبدأها بأبرز العناوين. أزمة العزة الجديدة في الحديدة تزيد من المعاناة اليومية للمواطنين. منظمة رنين تقيم مناظرة بين القيادات الشبابية حول قرار مجلس الأمن. أهلا بكم مشاهدي الكرام. حذرت شخصيات سياسية واجتماعية بمحافظة الحديدة من بقاء أزمة الديزل مستمرة، وذلك بفعل ما اسمته قيام بعض بقايا النظام البائد بافتعال أزمة انعدام مادة الديزل. وتسببت الأزمة في انتشار طوابير طويلة لمئات السيارات المحملة بالبراميل في انتظار مادة الديزل التي انعدمت منذ قرابة الأسبوع في معظم محطات المحروقات في محافظة الحديدة. ويؤثر اختفاء مادة الديزل على حياة ونشاط المزارعين والصيادين الذين يشكون من عدم حصولهم على كفايتهم من الوقود واضطرارهم إلى شرائه من السوق السوداء بأسعار مضاعفة. إلى ذلك شهدت مدينة الحديدة خلال الأيام الماضية توقف ضخ مياه الشرب بسبب انعدام مادة الديزل، إضافة إلى توقف عدد من مشاريع المياه في المديريات الجنوبية والشمالية بمحافظة الحديدة. مما تسبب في غضب بدأ يتفاقم وسط المواطنين الذين يطالبون من السلطات الرسمية وضع حد لهذه الأزمة. رصدت عدسة قناة سهيل بمحافظة شبوة التسيب الإداري لكل الإدارات الحكومية في مديرية مرخى السفلى وعلى رأسها المجمع الإداري والمجلس المحلي. وقال مراسلنا إنه قام بزيارة إلى المجمع للاطلاع على مشاكل المواطنين المرتادين للمجمع، مؤكدا أن المجمع خاليا من الموظفين. وناشد سكان مديرية مرخى السفلى أو مرخى السلطة المحلية بالمحافظة بمحاسبة المسؤولين في المديرية وإلزامهم بالانضباط الوظيفي حفاظا على مصالح المواطنين وتسهيل معاملتهم. أشاد المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة في اجتماعه اليوم بدور أبناء شبوة في دعم وإنجاح كافة التوجهات التنموية والأمنية لقيادة المحافظة وأجهزتها التنفيذية والأمنية والعسكرية. وأشار المجتمعون إلى أن التوافق والتكامل بين الجميع في أداء أدوارهم قد أثمر في خلق التحسن الملحوظ في حالة الأمن والاستقرار بالمحافظة وتفعيل إدارة أنشطتها الاقتصادية والأمنية. تفقد محافظ لهج أحمد عبد الله المجيدي الأوضاع الأمنية في عاصمة المحافظة مدينة الحوطة بعد أحداث الشغب وأعمال التخريب التي قامت بها عناصر خارجة عن النظام والقانون في المدينة خلال الخمسة الأيام الماضية. وتفقد المحافظ المجيدي سير العمل في المرافق الحكومية ومستوى انضباط الموظفين، وزار محافظ لهج الإدارة العامة للشرطة بالمحافظة وناقش مع الضباط وجنود الإدارة سير تنفيذ الخطة الأمنية والسبل الكفيلة بتعزيز الأداء الأمني. برعاية كريمة من الحاج عبد الجبار هائل سعيد، افتتحت مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة اليوم معرض صور بعنوان بالحوار معا نبني اليمن الجديد للفنان طارق العزعزي. ويهدف المعرض إلى دعم مخرجات الحوار الوطني والتأكيد على أهمية مشاركة الجميع في بناء اليمن وتحقيق تطلعات الشعب اليمني. أقامت نقابة التعليم العام بمحافظة تعز حفل تدشين برنامج النقابة للتوعية بمخرجات الحوار الوطني. البرنامج يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية بمخرجات الحوار. وفي أول فعاليات البرنامج نظمت النقابة ندوة حول التعليم في ضوء مخرجات الحوار الوطني، شارك فيها ثلة من الأكاديميين والباحثين التربويين من ذوي الاختصاص.
أقامت منظمة رنين مناظرة بالعاصمة صنعاء بين قيادات شبابية حول قرار مجلس الأمن 2140 بشأن اليمن بين مؤيد ومعارض للقرار. وناقش الحاضرون قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر الأسبوع الماضي القاضي بفرض عقوبات على معرقلي العملية الانتقالية في اليمن بتجميد أرصدتهم المالية ومنعهم من السفر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ونال الحوار مجموعة من النقاشات حول أبعاد القرار، فبينما يرى البعض أنه قد يمس السيادة الوطنية، يرى آخرون أنه دعما للعملية السيادية لليمن وبناء اليمن الجديد. كرمت نقابة الأطباء فرع محافظة الحديدة عددا من الأطباء الرواد الذين بذلوا جهودا طبية وصحية كبيرة ومشهودة لهم من قبل سكان المحافظة. وأشادت كلمات الحفل بالرعيل الأول من الأطباء الذين كانوا في قمة المسؤولية في مكافحة المرض والأوبئة التي عاصفت بسكان المحافظة طوال العقود الماضية. كما أشادت الكلمات بدور المرأة الطبيبة في القيام بدورها في الصحة الإنجابية ورعاية الأطفال والنساء، وخاصة في المناطق الريفية رغم شحة الإمكانيات، وخاصة في المديريات الريفية. عقدت الجمعية العمومية بجمعية السبيل الاجتماعية الخيرية بالغرف محافظة حضرموت اجتماعها السنوي الأول الدورة الرابعة، وناقش الاجتماع الذي حضره أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية التقارير الإدارية الختامية للعام المنصرم وتم إقرارها. اختتمت الجمعية الطبية الخيرية فرع إب اليوم مشروع الحملة الطبية بمصلحة السجن المركزي بالمحافظة. المشروع نفذ على مدى 5 أيام واستفاد منه ما يزيد على 800 سجين وسجينة الاختتام دعا كل من وكيل المحافظة المساعد علي الزنم ومدير عام السجن المركزي بالمحافظة العقيد نعمان تالبة المنظمات والمجتمعات إلى تقديم مزيد من الخدمات الصحية للسجناء والإسهام في مساعدة الدولة في إعادة تأهيلهم تعليميا ونفسيا. اختتم منتدى الغد للثقافة والإبداع بمحافظة حجة اليوم ورشة العمل الخاصة بدور قيادات السلطة المحلية والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في دعم مخرجات الحوار الوطني واستحقاقات المرحلة القادمة. الورشة نظمها المنتدى على مدى 3 أيام وهدف إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في صناعة الدولة المدنية الحديثة. نتمنى فعلا هذه الروح الطيبه التي ستدخل هذه 3 أيام ان تنعكس ثمارا واداء وترجمه واقعا عمليا على مستوى المحافظه. انا على ثقه كامله بان هذه النخبه الموجوده اليوم جديره بان تعمل على تغيير السلبيات القائمه في المحافظه وعلى فعلا مساعده الجهات المعنيه في ترجمه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في هذه المحافظه. لكم جميعا كل الشكر والتقدير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحقيقة هذه الورشة كانت ناجحة بكل المقاييس أكثر من أي ورشة حضرناها داخل المحافظة، وكان كل شيء فيها نوعي بما فيها المدرب الذي أثنى عليه زميلي. وأتمنى أن تعكس كل هذه التوصيات التي طرحها الأخ علي على الواقع العملي، وأن نتفاعل في المرحلة الثانية من النزول الميداني للمديريات، وأن نحاول قدر الإمكان أن نوصل رسالة للمديريات للتعاون جميعا في تحقيق مخرجات الحوار. كرمت إدارة روضة 22 مايو للطفل بسيئون اليوم 7 مربيات متقاعدات من اللائي تعاقبن على إدارة الروضة. وألقى وكيل محافظة حضرموت سالم سعيد المنهالي كلمة شكر فيها المكرمات على جهودهن في ترسيخ العمل التربوي. وافتتح الوكيل بعد ذلك صفوفا إضافية بالروضة
بتكلفة 120 ألف دولار بتمويل من وزارة النفط والمعادن. بحضور رسمي إضافة إلى أولياء أمور الطلاب اختتم اليوم في مديرية وادعة بمحافظة صعدة فعاليات تكريم الطلاب الأوائل في المدارس، وتأتي خطوة فعاليات التكريم من قبل مكتب التربية بالمحافظة للتوعية وتحفيز للطلاب على استمرار التعليم وتشجيع أوائل الطلاب والمبرزين في مدارس المحافظة. توفي شاب يبلغ من العمر 18 عاما غرقا في مياه سد مأرب، وقال مراسلنا هناك أن الشاب ناجي أحمد غلامه غرق في الجهة الجنوبية لسد مأرب أثناء محاولته السباحة، وقام مجموعة من السكان المحليين وعدد من شباب المحافظة بالبحث عن الجثة وانتشالها عصرا بعد محاولات استمرت حوالي 5 ساعات في ظل غياب الجهات المختصة. وتعد هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال أسبوعين، حيث انتشلت مجموعة من القوات الخاصة جثة شخص كان قد غرق في القناة التحويلية لمياه سد مأرب الأسبوع الفائت. كله مع الرجال. في موكب جنائزي مهيب شيع الآلاف من أبناء محافظة إب ظهر اليوم والد الإعلامي جميل عز الدين والمنشد ظافر عز الدين واثنين من أفراد أسرتهم الذين توفوا إثر حادث مرور مؤلم تعرضت له أسرة الزميل جميل عز الدين بخط إب صنعاء. كان في مقدمة المشيعين قيادات إعلامية وسياسية وقيادات السلطة المحلية والسلطة القضائية وقيادات أمنية وعسكرية وفنانون والمكونات الشبابية بالمحافظة ووجهاء ومشائخ وأبناء مديرية الظهار بمدينة إب ومحبي أسرة آل عز الدين. وكان الفقيد والد الزميل جميل عز الدين يحظى باحترام واسع من قبل مختلف الشرائح لما عرف عنه من دماثة أخلاق ورجاحة عقل. اختتمت اليوم مؤسسة الإبداع للثقافة والآداب والفنون بصنعاء ملتقى الإبداع الشعري الأول لعدد 50 من المبدعين والمبدعات في فن الشعر والنقد والكتابة. وفي ختام الفعالية أكد الدكتور عبد الولي الشميري أن هذه الدورة تهدف إلى تحريك المياه في المشهد الثقافي اليمني ولفت الأنظار إلى سحر الكلمة الجميلة وتجليات الحرف من أجل واقع أدبي فاعل يعيد للقصيدة العربية والنص الأدبي مكانتهما المسلوبة. كان ملتقى موفقا لمدة 6 أيام شهدنا فيه حشدا كبيرا من أبناء اليمن من الريف من القرى من الجبال مبدعين ومبدعات في كل معارف اللغة العربية وآدابها والحرف ومعانيه جاؤونا وألقوا على مسامعنا 6 أمسيات شعرية وتلقوا 12 محاضرة تثقيفية كما شكلوا فريقا لإصدار كتاب خلال 4 أيام وهو بين أيدينا اليوم. إنه ملتقى ضم جميع أبناء اليمن من جميع المشارب. نظمت وزارة الثقافة واتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين فعالية ثقافية عن الشاعر الراحل إسماعيل الوريث، وجرى في الندوة تناول جوانب عدة من حياة الشاعر الوريث الأدبية والاجتماعية. وأكد المتحدثون أن الراحل الوريث كان قامة شعرية كبيرة ومنارة أدبية وثقافية بارزة، فهو من أهم الأصوات الشعرية اليمنية في عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.
على هامش الندوة أقيم معرض لصور الوريث والتي أظهرت مراحل عدة من حياته. بعد إعلان تشكيل الأقاليم في اليمن وتحويلها إلى دولة فيدرالية، نشرت بعض وسائل الأعلام أنباء عن متطلبات تطبيق الفيدرالية التي وصفتها بالمكلفة. لمعرفة المزيد نتابع هذا الملف الإخباري الذي أعده الزميل بلال الصبري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الملف الاقتصادي الذي نناقش فيه موضوع الأعباء المالية للفيدرالية، حيث نشرت بعض وسائل الإعلام أن إمكانيات تطبيق الفيدرالية مكلفة جدا. وحول هذا الموضوع معنا من صنعاء الأستاذ أمين المقطري، خبير الفيدرالية ووكيل وزارة الإدارة المحلية. مرحبا بك أستاذ أمين. أهلا وسهلا. لو تحدثنا ما هي حقيقة ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول التكاليف الباهظة لتطبيق الفيدرالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد بأنه أنا اطلعت على أخبار من هذا القبيل نشرت عبر مواقع إلكترونية. أعتقد أن مثل هذا الطرح طرح مبالغ فيه ويحمل قدرا كبيرا من التهويل. أصحاب هذا الطرح يقولون أنه كأنهم يقولون أننا سنبدأ من جديد في تأسيس أجهزة إدارية اتحادية في الأقاليم وتوظيف جديد لموظفين جدد وشراء أجهزة ومستلزمات ومبان جديدة. والحقيقة أود أن أوضح في هذه المسألة الآتي. أولا بالنسبة للجانب البشري، الموظفين الموجودين حاليا على مستوى المحافظات والمديريات يبلغ عددهم حوالي 470 ألف موظف وفي 22 محافظة، وهؤلاء الموظفين يشكلون الآن في الوحدات المحلية فروع الأجهزة المركزية من وزارات وأجهزة وهيئات ومؤسسات ومرافق خدمية أخرى. إجمالي نفقاتهم التشغيلية في الموازنة المحلية تبلغ 435 مليار ريال يمني. إجمالي موازنات السلطات المحلية 520 مليار ريال، تشكل تقريبا نسبة 25% من الموازنة العامة للدولة. ما هي الأعباء الإضافية أو المتطلبات الإضافية لتطبيق الفيدرالية؟ المتطلبات هي أولا أنك قد تحتاج بعض التجهيزات، قد تتطلب بعض التأهيل والتدريب للقوى البشرية. أي أموال يمكن أن تنفق هي مقابل تدريب وتأهيل، إعادة تدريب وتأهيل للقوى البشرية الموجودة على المستوى المحلي حتى تستطيع مساعدة الأجهزة المحلية بهذا الجانب. أستاذ أمين، متى تتوقع أن يتم تطبيق الفيدرالية؟ التنفيذ وفقا لبرنامج زمني كما ورد في مؤتمر الحوار، ليس الأمر مرتبط بتوقعات. هذا برنامج زمني سيرسم من قبل جهات عديدة، وسيتم الانتقال بعد إنجاز الدستور. بعد أن يتم إنجاز الدستور وصياغة تشريعات كثيرة، سيتم الانتقال إلى هذا النظام وفق برنامج زمني تضعه هيئات وطنية والحكومة. للمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ مصطفى ناصر، رئيس مركز الإعلام الاقتصادي. مرحبا بك أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا. ما حقيقة ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول التكاليف الباهظة لتطبيق الفيدرالية؟ بكل تأكيد أن التحول نحو الدولة الاتحادية له كلفة، لكن أنا أقول أنها ليست من الضخامة التي يتحدث عنها البعض كمعيق لأن تتحول اليمن إلى دولة اتحادية. صحيح أن هناك كلفة، لكن نحن نقول على الدوام أن كلفة الفساد الآن نتيجة المركزية الشديدة وسيطرة بعض المجموعة البسيطة على السلطة والثروة أكثر بكثير من عملية التحول نحو الأقلمة. إذن شكرا لك أستاذ مصطفى ناصر، رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، كما نشكر وكيل وزارة الإدارة المحلية الأستاذ أمين المقطري، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام. نهاية النشرة مشاهدي الكرام، بقي أن نذكركم بأبرز ما جاء فيها. أزمة ديزا الجديدة في الحديدة تزيد من المعاناة اليومية للمواطنين. من
منظمة رنين تقيم مناظرة بين القيادات الشبابية حول قرار مجلس الأمن. أجمل الأمن القلبية لكم مني ومن جميع الزملاء من الاستوديو. شكرا على الإصغاء والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.